حياكم الله مشاهدينا ويسعد لي مساكم في ثالث ايام شهر رمضان المبارك برنامجكم المتميز برنامج فوالة مع ضيوفكم اكيد المتميزين دائما اللي يكونون معانا في هذا البرنامج المتميز. تقبل الله طاعتكم وصيامكم ولا تنسون صله الرحم. وخلونا الحين امسي على زميلتي مروه. مروه يسعد لي مساك. يسعد مساك سهام ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم في برنامج فوالة. اليوم ثالث ليله من ليالي رمضان اكيد مرت وايد سهله لان فعلا بدينا الحمد لله نتعود على الصيام وايضا جمعات العائليه من اروع الاشياء أكيد. في رمضان والحين بنروح لي زميلتنا عواطف المسي عليها. يسعد مساك عواطف. يسعد مساكم. ركن التراث. هي ركن التراث اليوم ويا زهبة العروس ونتذكر الاعراس قبل والحين يمكن تكون الاجواء الرمضانيه تذكرنا دائما بهذه الاشياء يمكن القديمه والجديده فحلو نعيش الاجواء الرمضانيه بكل معانيها ونعيش الاجواء ايضا التراثيه. وبعد بتكون ويانا الوالده ام محمد والوالده ام سعيد بيرافقونا بعد في برنامجنا اليوم. وفوالتنا كالعاده غير بليله رمضانيه نفس ما قلت وثالث ليله من رمضان وما شاء الله يعني صدق يمكن نكون بالبدايه بس صدق حاسين ان الايام قاعده تمضي بسرعه. حتى اجواءك ما شاء الله فركنا التراث روعه. اليوم بخير على خالاتكم هني بعد ما شاء الله خالتي لابسه ملفع ما شاء الله تي يعني صدق بنتي نفي زبده في عرس شيء كذي على ملفعها. أنا أول ما بدينا قلت لهم اثنين ما شاء الله ما شاء الله اليوم تشيل لبس حسيت إنه صدق ترى صدق زهبة. نقدر نعرف شو بتسوون اليوم؟ اليوم عندنا الجيمات. أنا شايفة الجيمات هناك. الزهبة عندكم المندوسة أشوفها عندكم. إي مندوسة بعد مش واحد اثنين. شكلها داخلة كل عطور ومخاوير. الذهب هني؟ الذهب هني؟ لأن احنا اثنين. لأن صوبكم. إي والملابس صوبكم. وبتخبرنا عقب خالة أم محمد بتخبرنا أكثر عن الأعراس قبل الأعراس الحين شو اللي تغير بعد؟ ان شاء الله طبعا الاول غير والحين غير صار تغيرات اللي ما لا ماضي دائما ما له حاضر ولا له مستقبل. نعم وان شاء الله الله يقدرنا ونقدر نقول ان شاء الله عافضينا عن الاولين وعنا وكل شيء. يسعد مساك ويسعد مساكم بنات ويعطيكم العافيه. الله يعافيك. طبعا مروه نحن بنضيفكم اليوم مبكر. انت بتضيفون مبكر لكن مروه انا اليوم قبل الهواء بشاهي تقول انا اقوم من شيء بشاهي. يلا شو رايتي من يلا الله خير لا تنسين انا بحط حطيت شاي بدون شكر ونسيت نحن هني عندنا عندنا قهوه بعد اذا تبون قهوه جايبينها يعني يا شباب البارحه ضيوف اي وحده اللي فيها هذا بنعطي حقها. شو رايك انت القهوه وين يحطون بدل القهوه الصغيره الشاي الكبيره صح؟ اوكي واضح ان اول مره خلصوا الشاي وعقب بنقهويكم ان شاء الله. بس لا تنسينا على اخر شيء ما نبغى اول ما تصير يجيب فريش على البدايه هي بعد القهوه فريش والجيمات ما شاء الله. واحد اثنين في فرق قبل ما بين اعداد الشاهي والقهوه طبعا قبل مع خالتي صح ولا لا؟ الاول فرق بين الشاي الحين او اول ما كان يعني ليبتون وهذا الشو يشتروا يعني بال كياس مثل يعني ناعم يعني ورق في وش يسوي يطبخوه مع الماء يعني يحط الغوره على الضوء او على الغاز لان انا اول كانت مواقد يعني ما كانت يعني الحين وفي تشولات بعد التشوله والدافور الحين نسميها تشوله اي والدافور بعد تشتغل زين ركبوا الغوره في الماء وحطوا فيه السكر وحطوا عليه الورق الناعم وخلوه يغلي عاد الحين لا خلاص الحين لا الحين لبتون ما ادري شو واشياء يعني اسامي يعني بس بعد تسوين يعني تسوين على الطريقه القديمه تفضلينها اكثر احل انا افضل الشاي الناعم مع الماء يغلي يعني مثل الاول تحسين انها الطريقه احسن يعني صح اللبتون بس احس انه ما اعرف بس احس احب الطريقه الاولية يعطيك العافيه بتعلمين عقب على القهوه بعد الاصليه ان شاء الله القهوه العربيه وبنات نرجع لكم ونرجع نعرف ضيوفنا واكيد بيروحون هناك بعدين بيتقهون مع ان شاء الله ان شاء الله. طبعا مشاهدينا الرسم بالرمل هو احد انواع الرسم الذي لا يحتاج الى استعمال الريشه او الالوان قد برز مؤخرا هذا النوع من الفن الجميل الذي لا يحتاج صاحبه إلا إلى حفنة من الرمال لكي يبدع وحركات فنية جميلة بأصابع اليد لينتج الفنان لوحات رائعة الجمال. ضيفتنا اليوم هي فتاة لا يوجد لطموحها سقف
تميزت بموهبتها في الرسم منذ الصغر، وقاموا أهلها بتشجيعها وتحفيزها. أما بالنسبة للرمل أو بالرمل أو الرسم بالرمل، فقد ظهرت هذه الموهبة الفريدة منذ أن كانت في 13 من عمرها، واستمرت بممارسة هذا الفن الجميل والفريد من نوعه حوالي 4 سنين، حيث أصبحت أول فتاة ترسم بالرمل على مستوى الخليج العربي. ضيفتنا طبعا هي شيماء أحمد المغيري. أيضا ويانا سهام محبة الأطفال من ألطف النعم في الحياة، وليس هناك أجمل من عمل يدخل السرور والسعادة في قلوبهم. ضيفنا مقدم برامج أطفال ومتطوع في خدمة الإنسان والإنسانية، ومحب لكبار المواطنين والذين هم في عيوننا وقلوبنا أكيد جميعا. علي بن كمال وشيماء المغيري، هلا مرحب فيكم في استوديو فوالا، نورتونا. شكرا. السلام عليكم. هلا مرحب شيماء. علي هلا ومرحبا. اكيد المفروض اجيب لهم شاي او قهوه صح؟ خلاص المكان مكاننا، نقدر ناخذ راحتنا. يعني نروح راحتكم، البيت بيتكم. خلاص نورتونا. الله يعطيكم العافيه. في البدايه طبعا السؤال المعتاد لضيوفنا، اجواء رمضان، كيف اجواء رمضان معاكم؟ اجواء رائعه صراحه، غير عن المعتاد، لمه العائله، يعني اجواء دائما نشتاق لها سنويا. صحيح، الحمد لله. وأنا من أكثر الناس اللي يشتاقون لرمضان. أول شيء بارك عليكم الشهر، سامحوني على التأخر. أنا وايد أتريى رمضان لأن في كثرة الفعاليات فيها والمبادرات الخيرية، فابتداء في رمضان، برمضان أمان وفطوركم سحورهم، يعني أنا وايد أتريى هالشهر. يعني بس متى يجي رمضان بس عسى بتبدأ في الشغل. يعني بيني بينكم ما يجلس في العين، أنا ما يمكن ساكن في العين، ولكن ما في رمضان ما اكون وايد موجود، يعني ما اكون متواجد في العين. الله يعطيك. شو يعني لكم الجلسات العائليه في رمضان، وهل برايكم انها اختلفت من قبل واليوم؟ شيء ما اول شيء لان اللي دي سفر. لازم هي الجلسات العائليه طبعا شيء مهم جدا، يعني مثل ما نشوف الحين مع التطور الناس صارت وايد على السوشيال ميديا والواتساب وكل شيء، بس الحين نحن وايد نقدس هذا الشيء، يعني خاصة في رمضان الكل يسافر ويطلع من كل مناطق مختلفة من العالم بس عشان يلتم مع العائلة، لأن هذا شيء مهم وهذا شيء أساسي. جميل أنك تقدسين الجمعات العائلية مع أنك في عمر يعني صغير، مع ذلك أن تحبين الجلسات العائلية. بالنسبة لك علي؟ نحن أنا في رمضان شيء مبتعد عن، خاصة الوالد والوالدة الله يحفظهم، يعني الله يصبرهم علي، ولكن مبتعد عن الوالد والوالدة ليش؟ فعاليات. لا أرجع لهم بسبب الأعمال الأعمال خاصة في رمضان يعني، ولكن جمع عندي يعني يصير عند أهلي موجودين هني. نعم. لعب طائرة وشي، هذا أهم شيء في الموضوع، يعني جلسة الشباب. ف أهم شيء أحس في رمضان اللي ما تشوفهم في الأيام الثانية يمكن مشغول ولا شيء، تشوفه في رمضان، فهذا شيء يعني جمعة وتعارف وغيره. أيوة. يعني خير وكل شيء. ما شاء الله شيماء لقبتي بملكة الرمل، طبعا هذا اللقب الجميل شو يعني لك؟ يعني صراحة هذا وسام افتخر فيه، يعني ان الواحد يقول ان الناس لقبتني بملكة الرمل، يعني انا امتلكت الصحراء والرمل كله. صحيح. بهذا الفن اللي انا اقدمه الحمد لله. بالنسبة لك علي، اخترت الأطفال مع أن تقديم الأطفال يعني من أصعب البرامج أحس كمذيعين، فليش اخترت الأطفال ومجالسة الأطفال وتقدير تقديم برامج الأطفال؟ على فكرة دوم أنا قاعد تقدير شو تقديم برامج الأطفال. أنا دائما أحس أني أنا ما اخترت شيء بنفسه، يعني روحه يا لعلي هو اللي اختارك، هو اللي اختاره. وخاصة اللي خلاني أقدم برامج الأطفال يوم دخلت في التطوع، يعني في التطوع فتح لي وايد أشياء ما شاء الله. فبرامج أطفال أنا ليش أقدم؟ لأنه براءة الأطفال وجلسة الأطفال هاي بروحها كم تسوى بالنسبة لعلي. أكيد. فتنزلين لمستوى الأطفال، تعرفين هذا الشيء، فكر ليش الطفل قال هالكلام، فتعرفين شوف خاطر الطفل، فإذا أنت تعرف شيء في خاطر الطفل وتعطيه شوفها مستانس، هذا أكبر شيء ترى، يعني شيء وايد حلو. نعم، غير كذي علي هم يكونون ناقدين صح، يعني أي ما يجامل، أيوة ما يجامل كبدا، هو حقيقة أصلاً. وأصعب تعامل ويا الأطفال. أيوة. أحس تعامل وياهم وايد صعب بالنسبة لعلي. السهل ولكن صعب. هو سهل، هو شوفي يعني خاصة مع الأطفال خاصة أنه يشعر أحس بالأشخاص اللي قدامه، هذا هو السبب. يعني غير هذا نحن ما يجامل، يعني يوم انا احلى شيء عندي مثلا رحت اسلم على طفل
من نفسي رحت اسلم عليه اشوف الثاني والثالث هذا هنا شيء وايد كبير هي فيتقبلون علي فهذا الشيء اللي مخليني يعني وايد احب الاطفال اكيد شيء ما الطفل اكيد لك فعاليات عنده هي صح ولا لا اعطينا هالجانب وتكلم عن هالجانب بصراحه يعني مثلا انا مقدم عروض يعني في احد العروض كان عرض مباشر زين ففجاه شفت واحد من الجمهور يعني طفل من الجمهور يا عندي وسلم علي وانا like انا كنت اقول له ان انا اعرض اي مشغوله اي انا مشغوله فقال انا شفتك في التلفزيون حبيبي وتذكرت وانا جاي دائما اتابعك فانا وايد احب اللي انت تسوينه انا اقول تسكلم وان شاء الله يعني لنا لقاء بس اخلص العرض وفعلا يعني تميت اراوي مثلا تكنيك الرسم بالرمل وكان وايد يعني يحب انه يتعلم لان الرمل لاحظنا حتى بنت اختي الصغيره عمرها سنتين صح. وايد يعني تيس ترسم بالرمل وتحس انها تدخل في خيال وفي عالم اخر اللعب بالرمل او ككل اللعب اساسا في مرحله الطفوله مهم جدا لانه فعلا يصقل ابداعاتهم وموهبتهم بالضبط وتتعرفين على ميول هذا الطفل خاصه عند اصحاب الهمم صحيح الله يوفقكم يا رب فعلا رساله جميله من موضوع أكيد. الاطفال اللي خبرونا عنه الحين علي في طفله اسمها مهرة الشحي البعض اعتقد انها من اقاربك ولكن انت نفيت هذا الموضوع انها هي ما تقربك لا ابدا خبرنا اكثر عن هذا الموضوع وهذه الطفله شو السبب بينكم انا قلت لك التطوع يفتح لي وايد ابواب وهو يعني ثاني باب يعني اللي انا دائما خلاص الناس قامت تعرفني فيه انها مهرة انت عرفت عليها في التطوع كنا في حمله رمضان امان كانت تشارك ويانا يوميا فانا اي طفل اي اهل اشوفه تعال تعال حبيبي انا بوديك انا مهرة ما طاعتي عندي ابدا يعني ما قديت عندي ولا تستحي كانت تستحي لين كان عندنا فطور جماعي دخلت انا اشوف بنت ما شاء الله صغيره يعني قاعده تتكلم انا صدمت ان بنت صغيره تتكلم بطلاقه ما شاء الله وتسولف يعني كانت تسولف يا الشباب اللي كانوا هناك فيوم انا رحت ما قامت ترد علي فكانت تاكل قلت لها اعطيني برياني كانت تاكل برياني على الفطور قلت لها قال انتم ما عندكم بيت روحوا كل بيتكم يوم قالت تي انا ضحك انا فتميت العوزه ف وروحت صارت شغله وروحت ثاني يوم دخلت نفس المكان كنا نجهز حق حمله رمضان امان فشفت مهرة شافتني وياها حضرتني قالت علي عقب استاذنت من امها قلت لها بشيلها وياي فشليتها وياي كان عندنا افطار صايم قلت بشيلها وياي عقب نرجع بنوزع على الشاي فيوم وياي اشوفها ما شاء الله تتكلم اصورها سنابات وتتكلم حطيت التليفون كنا بنسولف انا سولفنا يمكن 17 دقيقه سبحان الله بعد فتره بعد يعني بعد رمضان وشي رديت البيت فاضي اخر الليل رقاد اخر الليل ما في رقاد قلت خليني اشوف الفيديوهات عندي شفت الفيديوهات قصيت فيديو حطيته في انستغرام حطيت الفيديو في انستغرام الكل يعني كل علي نباه فيديو ثاني وثالث ورابع لانه عفوي حلو اي لان الناس تحب العفويه ترى صحيح فعلا فمره ومرتين وثلاث فيديو ورا فيديو اليوم ما ترى فعلا كلنا سالنا انك انت اكيد في قراب انك يا اخوها يا ابوها لين يومك يسالوني معنا بنستعرض فيديو ويا بعض شو رايكم؟ نشوف يلا لا تسخين ها لوحة فنية تقولي الذين عملوا شو سويتي؟ حرام عليك ليش حرام عليك؟ حرام عليك يلا نسبق الإدار شو رايك نسبق الإدار؟ إدار حلو هاي إدار حلو؟ والله العظيم هاي يعطيني ليش؟ والله كله تعاوزني وتسويني انا ما احبك هي والله لو ما احبك اصفات الطراق الحين انت تسوي لي هالشيء ولكن انت ما تستاهلين الطراق تعرفين شو تستاهلين انت تعرفين شو تستاهلين عصا على ظهرك اقول لك هالصف من وين تعلمتي هذا من عباد اخذت الله الوين حلو انت ليش تبغى يا راسك خلصتي؟ ايه مو بحلاوة والله مو بحلاوة والله مو بحلاوة والله اقسم بالله ما ايه
انا تريا خلص الفيديو بس والله بس تريا خلص الفيديو اذا ما حطيتش داخل ما تشوف مهرة؟ خلاص يعني ما لا لا مو بسيارة دزينة انت في مصر ايه سيارة؟ لا تضربينه قول له شفتي ايه خلاص يعني خلاص ما نكلم بعض الحين ايش تسفنين انا اعرس خلاص؟ ايه عرس ليش ما تبيني؟ ما تبيني ما تبيني خلاص؟ خلاص ما تبيني؟ اوكي 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 مو مشكلة بس اول بنية ان شاء الله بيبة بسميها مهرة قولي ان شاء الله ليش ليش؟ يلا تبين شيء؟ احسن يلا يلا روحي روحي انا خلاص مع السلامه مهره مهاري انا شو اقرب لك ولا شيء وكلهم يقولون انك تقربي لي يقولون انا خالك مره يقولون انا ابوك مره لا انا منو ابوي منو استاذ ما يضحك هذا اسمه علي انا مهره احمد وانا علي منو أنا علي بن كمال. نسيتي اسمي؟ نسيت. المهم الله يحفظك يا رب. علي علاقتك الحلوة مع مهرة كيف هي رسالة كنت بتوصلها؟ يمكن بداية أنت كان عادي مواقف عادية لكن بعدين أكيد بعد ما شفت الفيديوهات وراجعتها بينك وبين نفسك أكيد حسيت إن في رسالة تبي توصلها. في فيديوهات ثانية يعني ما عرضتها لكن كل فيديو يعني. سبحان الله تيبة عفوية ولكن عقب أنا اكتشف أنها فيها رسالة صدق صح. فمثل في فيديو كنت أقول معنا بنات يرقصن خاصة يوم في الانستغرام فحسيت أنه لا أنا صح أني قاعد أتكلم تربيتي بأخلاقي ولكن عرفت يوم أشوف الفيديوهات حس أني صدق أنا أبغى أوصل رسالة فوايد فإن شاء الله نوصل رسالة للأطفال حتى تعاملك معها صدق ما شاء الله يعني إحنا اللي حسينا أو اللي لمسنا أول ما كنا نشوف فيديوهاتنا فعلاً أنت خالها أو أبوها فعلاً. أو حد لأن ماخذين على بعض وايد. يعني تحسين أنها تضربها ويضربها أنا أي طفل ثاني برا ممكن ما أضربه ولا أني العوزة أسلم عليه أسولف يا أضحك يا مهرة وعيال أخواني أخواتي هذي ما يغارون هلا عندي ميرة بنت أختي ميرة بنت أختي جت مرة أنا مرة راد البيت قالت ترى ذبحتنا تراك قلت له شفيك قالت ترى ما أنا أحلى من مهرة قلت له منو قال مهرة أحلى قال والله بنتك مو بحلوة قلت له مو بنتي أول شيء ثاني هي أحلى عنك قالت والله ذي من أحلى شي تتكلم إيه هي الطفولة فتي وايدين فدوم حتى يوم أصور مهرة يقول ليش ما تتصور وياي وأنا ما عندي مشكلة أتصور مع أي أحد يعني يباني أتصور وياه بالعكس يتشرف الشيء خاصة طفل بفضل يوم كامل الله يحفظهم يا رب آمين يا رب شيء ما عندك حد في العائلة من الأطفال الموجودين في العائلة علاقتك فيهم نفس علي ومهرة هي بنت أختي بنت أختك بنت أختي يعني هي وايد كلوز وياي ومثل ما قلت لك مع فن الرسم هي تدش يعني وأنا ما أدري يعني أنا عندي غرفة خاصة في البيت تدش وتكب الرمل في كل مكان تحط حيواناتها وتأخذ عالمها فأنا دائما تشي وياها إن علاقة صداقة علاقة تفكرين تصورين وتوثقين هذا الشيء علاقتك ببنت أختك ولا لا إن شاء الله يعني ونشرة على السوشيال ميديا إن شاء الله إن شاء الله بما أن تكلمت عن إنك توثقين يومياتك أو كذي شو رأيك بهالجانب في ناس يقولون لا هاي خصوصية توثيق اليوميات أم في أشخاص ثانيين بالعكس يشوفونها بالعكس إن الناس يبون يعرفونك أكثر يبون يتعرفون على شخصيتك أكثر فأنتوا بين ولا ضد مع ولا ضد يعني أنا عن نفسي يعني مع بس مو بكل شيء يعني أنا صار لي وايد ما شاء الله في المجال السوشيال ميديا ففي بعض الناس تقول لي ان نحن نحس ان الناس بتشوف اكثر عن حياتك الشخصيه يعني فانا اوثق مثلا اذا سافرت اذا بقدم عرض مثلا او لقاء فلكن ما احط كل التفاصيل نعم. فاحس هذا الشيء شوي شخصي واحب اتحفظ فيه اكثر علي كشيء ما انا كعلي انا اللي اصوره برا ترى هذا علي حتى ما في شيء خصوصي مثل شو يعني انا احس هذا علي كيف ما يطلع على الناس هذه خصوصيات علي اصلا ما في خصوصيه يعني خاصه ان انا ريال يعني
ما احس ان في خصوصيه، مو ما اقدر اصور اني انا عارف ان كل اللي اسويه شيء صح. فاصور يعني تنقل رساله عاديه، رساله واضحه، واضحه ما في شيء. يعني احد اذا سالني اذا يبغى شيء في خاطره يسالني بجاوب، ما عندي اي مشكله. علي، نجحت في موضوع تقديم البرامج للاطفال، هل تفكر ان تسوي شوي يعني شوي توسع هذا النطاق وتصبح مثلا تقدم احد البرامج الثقافيه الاجتماعيه السياسيه؟ خلينا نقول انا علي شخصيه ما احب الرسميه ابدا، السياسيه لازم تكون رسميه يمكن. أوكي. الاجتماعيه لا، مع الاطفال لا، كبار المواطنين لا. فالشيء اللي ما في يعني ما في شيء رسمي يخليك عفوي اكثر. عفوي علي ما يحب يتصنع من الاخر، ما احب اتصنع، احب انا كيف ما اطلع. يعني توني من شوي قبل اي عشان كذا شفتك قاعد تلعب بالجيمات، قال الجيمات يعان الحين ما يبون الجيمات، بس الامور طيبه بينكم عاد بشوي الجيمات جاهزين الجيمات خبروني يوم يكونوا جاهزين. انزين ان شاء الله بنتقل لشيماء. الرسم بالرمل مش شيء عادي، هي موهبه من رب العالمين الحمد لله، يعني ما شاء الله هاي موجوده فيها الموهبه، لكن بنعرف الاساسيات فنيات في الرسم، بنعرف اسرار الرسم. فهو الرسم يعني قصه ثانيه، يعني يختلف عن الرسم العادي، لكن اساسيات الرسم بالرمل تحتاج انك تكون عند تكون عندك خلفيه في الرسم بشكل عام، والا ما بتقدر توصل مثلا القصه او القضيه او اللوحات تكون مثل ما انت تباها. فالرسم بذاته يحتاج تكنيك، هذا التكنيك يحتاج الى ممارسه. يعني مثلا مسكه الرمل، كيف تتحكم ان الرمل يطلع من فتحه واحده بايدك ما يطلع من كل مكان؟ وهالشيء لاحظنا وايد ناس كانت تعاني منه في يوم تحاول ترسم بالرمل، حتى يقولوا انت كيف مثلا ترسمين عصفور باصبعين وترسمين مثلا شعر بكفه ايدك؟ فانا اقول لهم هاي تكنيكات تحتاج الى الممارسه. وكذلك هذا الفن يحتاج الى صبر. يعني انا اختي كانت انها تحاول انها تكون فنانه رسم بالرمل في يوم من الايام، وقدمت عروض، لكن بعد فتره قررت انها توقف. فقلت لها ليش؟ وقالت انا ما عندي صبر وبال طويل مثلك. أيه. سبحان الله، صدق يبالا صبر، يبالا تركيز. هذا التركيز لازم صفه، يعني ممكن انتوا صبرت وايد الحين، انا بجيبي لكم القماط. جيب لهم القماط وانا بصب لهم يا شاي. كملي يلا. تبون شاي ولا تبون قهوه؟ عاد احنا بس عواطف جاهزه للقماط. موضوع الرمل لان اكيد متشوقين، والمخرج قاعد يقول خليها تكمل الموضوع شوي. مشكوره. فهذا الفن يعني هي كلها عباره عن مثل ما قلت نوع من الالغاز، نوع من الاسرار. فمثلا الناس يوم تشوف العرض ما تعرف شو الاشياء اللي تكون قبل هذا العرض. في ناس تقول انت اول ما توقفين على طول تطلع لك الافكار وترسمين وخلاص. يعطيكم العافيه. يكون في تجهيز مسبق، يعني انا اول شيء اكتب سيناريو. ألف سيناريو بعدين. كنت بطيء. سلام مروة، عجبني توافي يبغى شاهي تقدمي لهم. علقت. انزين فيكم أقدر أروح من ورا؟ ما أقدر. بعد ما أكتب السيناريو أيس أسوي سكتشات يدويا، من ثم أترجمها على الرمل. ففي بعض الأفكار تضبط معي، في بعض الأفكار أنا كنت أتخيلها أنها تطلع ممتازة على الرمل لكن ما تطلع مثل ما أنا أتوقع. فاجتهد واني ما تكونين قبل يعني مسوي عليها تراي مثلا، تجربين عليها قبل ما تقدمينها قدام الجمهور؟ اكيد لازم يكون في تراي. فمثلا انا يوم انقل الرسمه من السكتش للرمل ساعات ما تكون مثل ما انا اتخيلها، فهاي هي اللي كنت اقصدها. بعدين مع التمرين والموسيقى تطلع بيرفكت مثل ما انا اباها واقدمها على الجمهور. شو رايك مروه؟ أنا كنت اللي قاعد تتعامل فعلا شيء وايد صعب، بس انا كنت بسال، كنت الحين بطيح. فيا في بالي سؤال علي، في التعامل مع الأطفال ممكن يكون في بعض الأحيان محرج، خاصة أن الأطفال شوي عفويين، ما صار لك أحد المواقف اللي تحس أنه فعلا محرج؟ هو وايد على الأطفال لازم. خبرنا عن موقف يلا. أنا يوم أقدم برامج أطفال كلمة ود خالتي، أي حد أنا في الشارع ممكن أقول له ود خالتي حياك، ود خالتي شحالك، خالي شحالك. كأقدم فها ود خالتي شحالك شو الأخبار؟ جاوب جت وحدة قلت لها ها بنت خالتي، قالت إيه أنا مو بنت خالتك. قلت لها أنت من اليوم خلاص، أنت اليوم أنا لعبت بلعبك اليوم، أنت بنت خالتي. قالت أنا ما بكون بنت خالتي، بتلعبني لعبني، ما تلعبني بروح أنا قدام الناس. أنا قلت شدمي أعطوها هدية خليها تروح. حلو شيء حلو، هاي ذكرى يعني أنا أشوفها شيء حلو. بالعكس الطفل علي تفضل. لا من فضلك.
حطيتي لهم شكر ما يحتاج انا انا ما يحتاج سكر حرك شكر انا حبيت الثقه بالنفس مو ثقه صدق يعني ليش نقص على بعض زين ف الأطفال شكرا نقول نسيتينا ذكرت نفسي على فكرة كلوا القمات لأنه بعدها حار أي خذوا راحتكم عند قهوة لا الأمور طيبة مالك شكرا نقول نسيتيني كلوا عشان أنا أقدر أرفع الشاهي مالي وأشرب وين قاعد تشرب يوم أنا أتكلم أنت كل يوم أنت تتكلم أنا ما إنزين تتكلم عن إحراج الطفل حقيقي لا هي إحراج الطفل فشيء عادي صار أنا علي تعود على الموضوع هذا خلاص أنت يا بتقول شيء أعرف يا بيقول هي يا بيقول لا فالطفل ما بيجاملك فانا الحين ما احصل احراجات نفس قبل لان احس الياهل قام يتقبل علي بس المزاج يعني دائما الشخص ما بيكون دائما في مزاج راي كل واحد لعبته اي خاصه الياهل اذا معصب سوي شيء هو يحبه فيوم تسوي شيء يحبه بيتقرب اكثر مرات انا شفت بنت تصيح حاولت وياها يمكن ساعه ما شاء الله كنا فعاليه جيبه التنظيم الجمهور وزي يمكن ساعه نص ساعه تقريبا احاول وياها بس انها تتكلم ما ترد وتصيح وياهلها تصيح رحت عند سالت ابوها قلت له شو تحب قال شيء واحد اسمه قال كافي معصار اذا تذكرون تعرفون كافي معصار ولا ما تذكرون بلى انا ما اذكره معصار الكاكاو كافي معصار قلت له بس تم شباب كانوا قلت له شباب هني دكان صوب الحديقه يبوا لي شو اسمه كافي معصار لأن أنا أصلاً كنت بقدم شيء فرحت قلت له تحبيني تجي طالعني كان أطلع الكافي يا سيدي حضرتني يا الله خلاص تعرف كيف اكتشفت نقطة الضعف بس تعرف نقطة الضعف الياهل خليها جيبها هدية كلمة طيبة حلاوة وبس وإذا ما إذا الياهل ما تقبلك إذا حاولت قد ما تقدر الياهل ما تقبلك ف على هالمواقف احنا عندنا سكرتيره في المدرسه ما شاء الله الكبت مالها الدروج مالها كلها حلويات كان حلقه اولى فاي طفل معانا في الصف الاول او البنت اللي ما تتقبل على طول بغرفتها هي تقردنها بخمس دقائق او دقائق ومدرسه طول الوقت في الحصه وبقادره عليها ما شاء الله الله يعطيها العافيه ابله موزه طبعا فعلا يعني عندها اسلوب انها كيف تمتلك الطفل ها نتعلم منها نحن ويقول لها بس نتعلم منها ها نفسي يقول لنا عامل الاطفال بالسياسه اي فعلا صحيح شو رايكم نروح بريك عشان يتقهون وياكلون اللقيمات يلا مشاهدينا فاصل سريع ورادي لكم خلكم ويانا
شيماء ابدعتي. احنا ما نبغى ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. صدق احنا ما نبغى نسولف. عنيتني عصوبه والله. ما نبغى نسولف ولا بنقول شيء بس نبغى نشوف الابداع. كملي خلاص ولا ساعه ولا ما خلص. شيماء تمام. خلاص هذه اللوحه ما شاء الله على جماعه الرسم والخط العربي ونقول فعلا يعني ما شاء الله على شكل. انا عندي سؤال. تفضلي اسالي. اللي يتعرف على نفسه انه يعرف يرسم القلم. لكن في هذه الحالة الرمل وكيف اكتشفتي هذه الموهبة؟ أحس أنه وايد صعب أن واحد يكتشفها. صحيح. مثل ما قلتي أنت ترسمين بالألوان أو بالقلم وتشوفين هذا الفن في البداية يعطيك الحافز أنك أنت تتعلمينه. صحيح. لأنه هو فن نادر ومش متعارف عليه. صح. فهذا الشيء اللي صار لي بالضبط. فأنا يوم مدرسة التربية الفنية راوتني فيديوهات على اليوتيوب ناس ترسم بالرمل وكذي وأجانب، كان أقول أنا لازم أجرب هذا الفن. يعني تمكنت فيه ما تمكنت فيه بس لازم أجربه لأني أنا وايد أحب أجرب. بالضبط. فبدأت الفكرة كتجربة، جسدنا هذا المجسم اللي هو طاولة الرسم بالرمل، وبديت أرسم وأقلد الفيديوهات اللي أشوفها على اليوتيوب، والحمد لله لقيت إنه في إمكانية. هو أنا للأمانة ما أعرف كيف تعلمت. شعرتي بصعوبة؟ كانت في صعوبات كثيرة، يعني مثل ما قلت لك تكنيك، ما كنت أعرف التكنيك، بس مع الممارسة ومع الشغف والمحاولة الحمد لله تمكنت. فأي شخص يعني عنده موهبة رسم أو مثل ما قلتي ترسمين بالألوان أو بالقلم ممكن يطورها، في إمكانية علي. ليش لا؟ أنا عادي يعني أسأل حين بسألت المذيع علي بن كمال. ترسمين شخصيات مثلا تقدرين ترسمين هذا علي بن كمال؟ تقدرين ترسمينه؟ ارسم شخصيات. شخصيات يعني تقدرين ترسمين؟ اي ارسم شخصيات. ما شاء الله يعني والله انا قاعد صورت، انا كنت اصور خلصت اقول وبعدين اي ما قدرت اتحرك يعني بعدين بس انا هسه اقول يعني هي ما جمعت بس الرسم، حتى الخط تشوف جمال الخط ما شاء الله يعني ايضا تفاصيل الوجه والملابس والمائدة الطعام، يعني احس في تفاصيل وايده قدرتي انك تطلعيها في الرمل. ما اقدر اجرب؟ انا اجرب بالعكس. تقدر نقدر نجرب بس الرمل هذا الرمل الاحمر اللي في الرمل يوم نروح البر يعني العين ما تنسى رمل هي خلي العين هاي برسم اللي حرف العين يعني مو عندك حي الرمل موجود مره خلاص بس طلع الموهبه اخوي حمدان وين اخوي حمدان اخوي حمدان شوف لي جاهز ما عندك موهبه ثانيه تغير الاعلام والتغذيب؟ اكيد اكيد عندك هالاحساس الفني. لا لا احساس فني نفس هذا ما في، ما اعتقد انه في. لا لا ما اعتقد انه ونقدر نكتشف يعني هالشيء علي. احس فيني مال تمثيل يعني علي ممثل. نعم. ما قد خطت الا مره يمكن في فعاليه عن الصم والبكم، يعني كيف الناس يعني يتعرض اللي فيه الصم والبكم يتعرض لتنمر. نعم. فانا مثلت اني انا طبعا في كل دور لازم اكون انا الطيب المحترم والجيد. نعم. مثلت فانا احس ان فيني شويه تمثيل، اما اشياء فنيه نفسي بنتعلم ان شاء الله بتعلمنا. بس انا صراحه احب اضيف عليه ان انت لا تحكم على نفسك اذا انت ما جربت، كل شيء مع التجريب، يعني اذا جرب وتشوف يمكن في مجال. انا اخاف اجرب الشيء هذا عقب ما تستقبل. انا عندي حد متحرقص هني، انا يبي يجرب. يعني انت شكلها موهبه بنكتشفها الحين. اقدر وبتقيمينها شيء علي. يلا انت رسمي انا بعطيك بقيمها علي. قوم معاها انت، هي بتعطي ترسم فكره وانت كمل الفكره اللي ترسمها. تفضل. انا ارسم معاها؟ انا اقدر ان شاء الله. انا بكتب فواله هاي نمزح مره ثانيه. امي جاهزين للقيمه بس شو اسوي؟ اخذ رمل من هني صح؟ بس غيري خلاص غيري وسحوا هذا كله. هو الفن ذاته في طريقتين، هي في طريقتين للرسم في الفن، الرسم بالرمل. اوكي. تقدرين تاخذين الرمل وترسمين مثل ما انا كتبت، او تمسحين وتشكلين رسمات. على فكره مسح احسن. لا بس الخط وايد عليك روعه. حلو. انا ارسم؟ ارسم اكتب اي شيء. شو اخاف تكنسلون الحلقه؟ لا لا عادي. شو اكتب؟ اكتب علي. انا ان شاء الله تفهموني يا رب. يلا نبغى رسم مش كتابه بس. ابا الجيمات. نبغى رسم. الجيمات بس نحكي. شايفه لازم تقيمينه مع الرسم. لا صراحه الفواله ضابطه. خلاص هاي امسحي. لحظه. كيف سويتي شي صح؟ بتجربيني انا؟
لا لا انا بس اطالع لجنه تحكيم. انا بجرب الثانيه. تقدرين تعلميني شوي؟ هي اشيل من الرمل. تاخذين من الرمل هاي بتاخذي مع صغيره كميه صغيره هي لو طريقه القبضه حتى لحظه شيء هي اوكي اظافري طويله اوكي بالضبط. وايد صعب. حسيتي بصعوبه صح؟ وايد صعب اوكي. يعني هو تقريبا شرات الحنيش تنت كاتبه. انا ما بسوي شيء بسوي شيء بس اوكي خربت على فكره رسمتي. اللمسه الاخيره لا والله ممكن يعني ممكن صح شيء ما هي ممكن ما في شيء مستحيل ولكن شيء ما عفوا تحسين انه بيطلع منهم شيء يطلع منهم بالذات انت بالذات انت على فكره ما اعرف ارسم ولكن خطي جميل ترى هو الخط بروحه يلعب دور يعني ولكن رسم انا بعد انا ما اقدر ارسم ولكن خطي بعد جميل هي ما شاء الله كاول مره يعني ترسم بالرمل ضبطت التكنيكات الاساسيه عاد انت ولد الرمل هناك العيلة دوم ما نرسم هناك دوري ضو وشاي مشبوس شيء ها نلعب نسوي عاد شو نسوي؟ خلاص كل ما الحين تقعد يا نحفر نترسها ماي ما بيسوي شيء ثاني او فينشت الحين عند ربعك بين مواهب قول لهم انا ببين لكم شيء بتحفه بسوي على فكره بعدها رمل طب بعد الين باكر كيف تشيل الرمل؟ ما ادري انا صراحه ايدي ما تمسك رمل خلاص ابوي واسطه؟ لا ما قامت تحس واسطه من الرمل ما قامت تحس خلاص الله يعطيكم العافيه الله يعافيك علي خلينا نتكلم عن اكثر عن تقديمك للبرامج وين تشوف نفسك اكثر يعني مثلا اذا عرض عليك برنامج شبابي أطفال سياسي غير من مواضيع اجتماعية وين تشوف نفسك بأي قناة؟ علي في أي مكان ما عندي أي مشكلة كعلي سياسي أنا ما عندي أي مشكلة ولكن مش مجالي وخاصة إذا بقدم شيء أقدم شيء الناس يعني لما تشوف علي تستانس ما بصير أنا مثلا أقدم شيء يثير الجدل وتعالي لا 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 أنا أحب شيء إذا قدمت شيء الناس تستانس منه وأنا ما كثر قبل الناس يستأنسون أنا عارف إني شو قاعد أسوي وأهم شيء أهم شيء إن عندي اثنين يرضون علي الوالد والوالدة يعني إذا سويت شيء أبوي وأمي راضين ما عندي أي مشكلة بالناس ما عندي أي مشكلة لو مو براضين ما شاء الله عليك ما بتكون بهالإبداع هي والله اللهم لك الحمد لك الشكر أي أحد عنده أبوي أي أحد عنده أبوي من هاي بوسه راس أبوي عشان شيء قلنا في البداية لازم صلة الرحم فعلًا مهما كان مشغول مهما كان تري لازم يكون متابع أهله اليوم شفت صورة وايد حلوة اللي هي إن واحد يصعد سلم وايد صعب السلم وفي أشواك ولكن تحت الدرجة مالت السلم هي دعاء الأم ودعاء الأب وايد حلوة الصورة ومعبرة أيضا رائع عندك شيء ما مواهب أخرى يعني تتمنين أن تتقنينها مثل الرسم بالرمل هو للأمانة خارج مجال الرسم حتى لو عندي يمكن ما بكون وايد فيها لأن أنا حسيت أحس أني أنا انولدت مع هذه الموهبة فمن واجب أني أطورها وأوصل فيها بعيد لكن عندي هوايات يعني أحب أني أتقن فيها مثلا يعني أنا مثلا أطبخ اعزف يعني انا صغيره كنت اعزف على 7 آلات مختلفه ما شاء الله شو الالات ما شاء الله عليك يعني مثلا من بيانو اكسلفون وكورديون وغيرها ما ياك حفوز تي انك تتعلم شيء تروم متطوعين مليح فاحب اني يوم من الايام اني اعرف مثلا اعزف صح على البيانو مثلا لان حتى بيفيدني كمجال الفن الرسم تقريبا موهبتك بالضبط لاني انا استخدم مقاطع موسيقيه فقلت يمكن اذا طورت من هالشيء الف مقاطعي انا بنفسي وهل شفناك انت دامج الرسم دائما مع مقطوعه موسيقيه دائما توالف هالموسيقى او هالمقطع الموسيقى توالف دائما الشيء اللي انت قاعد ترسمينه بالضبط لان زين ليش الموسيقى ترتبط ويا الرسم بالرمل لان الموسيقى لها تاثير اخر للرسم بالرمل يعني مثلا إذا أنا بتكلم عن قصة أو قضية فيها نوع من الحزن أو قضية حساسة جدا فإذا حطيت صاحب معها لحن حزين فالجمهور توصل بالضبط أشد انتباه الجمهور وتوصل للمشاعر اللي أنا أبغى أوصلها إياهم أو القصة نفسها فنفس الشيء على حسب المناسبة على حسب القصة والمشاهد أحط موسيقى مصاحبة لها حلو من الفن والإبداع إلى عالم التطوع هذا العالم الجميل قلت بحر يسقل شخصية الواحد خلينا نتكلم عن هذا العالم التطوع شيء جميل جدا خاصة أنا كعلي يوم أدخل في مجال التطوع إن كان رياضي اقتصادي اجتماعي شو ما كان
وايد يفتح لي أبواب. تبال الأجر الأجر موجود. تكسب محبة الناس. صحيح. خاصة أنا خاصة عيلي يوم أسير مكان قبل. لا قبل لا أسير سلام يعني أنا كل يوم أي مثلا عندكم البرنامج أي سلام عليكم سلام يا عالس إذا سألتوني بجاوب ما أتكلم ما أحتك وياكم أنتم تحسوني ثقيل خاصة بس يوم أنا أسير التطوع أترك بصمة قبل لا تترك البصمة في المكان أترك بصمة في قلوب الناس صحيح فالحلو يوم تروحين أنا مثلا كم بستقبل أنا متطوع شخصيتك يغير من علي قبل كم متطوع عندك 100 200 شو بتخسر إذا خليت الكل هال 200 كلهم يبتسمون بسبتك أنت فهذا شيء جدا شيء شو المهارات اللي أضافها لك هذا لا تطوع كسر حاجز إني أنا خاف من الستيج إني أنا أقدم يعني كسر الحاجز هذا تتعامل مع الناس يجيك واحد زعلان يجيك واحد تعرف تتعامل وياه تعرف كيف ترضيه لو هو غلطان صح. تعرف يعني تعرف تتعامل مع الناس تطوع بحر بحر كما قلت انت بحر تطوع نعم. تتعلمين كل شيء كل شيء كل شيء نحن في التطوع سوينا كل شيء كل شيء سوينا خمينا نقول يعني السيره الذاتيه مالتك ما شاء الله تكون خلاص كامله من كل شيء تقدم على اي وظيفه انت يلا زين في شركات بيستقبلونه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شيماء خبرتيني قبل شوي ان انا سويت التكنيكات الاوليه للرسم بالرمل شو هي التكنيكات اللي سويتها وشو هي التكنيكات بشكل عام يعني التكنيكات الاساسيه في الرسم بالرمل اللي هي مثل مسكه الايد مسكه الرمل عفوا كيف انت تمسكين الرمل يعني لاحظتني في البدايه انت مسكتيها بصبعين يعني هاي تعتبر واحدة من التكنيكات كذلك لكن إذا أنت بتسمين عنصر صغير مثل العصافير أو الديتيلز اللي أنا حطيتها في ملامح الشخصيات هاي هي أحد التكنيكات والتكنيك الثاني مثلا يوم مسحتي بكفة الإيد هاي هي الأشياء الأساسية اللي إذا أنت بترسمين بالرمل لازم تتعلميها على فكرة أنا شفتك وأنت تسوين ركزت وياك علشان شي عرفت على طول كيف أسويني ركزت وياك وهذا روحه بعد درس هي ركزت شافت التركيز الأساسية اللي قاعد تسوينها أنا لاحظت إن هي عندها سمة موجودة فيني إن عيونها تأخذ لأني أنا من كثر ما كنت أشوف فيديوهات وأنا عمري 12 سنة عيني كانت تأخذ على إيد الفنانين على فكرة مو بس العين اللعب ونحن يهال في الرمل صحيح. هذه الفائدة أيضاً لأن كنا نسوي أشياء في الرمل يعني بالضبط يعني أرجو من الأمهات يخلوا عيالهم يلعبون في الرمل صحيح. في الروضة الحين حتى الروضة أول درس معهم أو أي شيء يلعبون في الرمل ليش قاعد تقول فعلاً ولكن اليوم يقولون لا تخلونهم يلعبون بالرمل لا هو مطبق إنه يلعب بالرمل بس الأهالي مثل ما أنت تقولين أوف طلع وسخ عمره عايز الأم يعني أنا تنظف والله نحن كنا ناكل رمل هي والله بما إن قلنا ناكل رمل خبرنا عن الألعاب أكيد عواطف طبعاً بسألك سؤال بس أنا بس بقها بسألك سؤال الألعاب اللي لعبتوها قبل تيلة غميضة كان بيقول غميضة لعبنا نحن صغار بس لا صيد سمك خاصة بالرمل نحن كل شيء فرينا في البر كل شيء نلعب حافي ما شاء الله هي طبعا ضروري الرش بعض رمل رش بعض نحن سبحونا الله يحفظهم كان تحدي يعني منو يرجع البيت نحن صغار نتحدى انا اقوى منك انا متروس رمل ننقز والله ننقز عادي امور طيبة طبعا انضرب انه توسخ السياره اكيد في الدبه اركب الدبه شيماء انت شو الالعاب اللي لعبتيها وانت صغيره مع الرمل وغير الرمل هاي كلاس هادية. هاي كلاس يعني احس علي طالع الوضع يعني شو قصدك انا عادي احنا مع بعض راحت انا عادي معك يعني هو مثل ما قلتي انا كنت هاديه بس واضح كنت العب الالعاب نفسي انا تقريبا مشاكس معروفه كنت العب الالعاب معتاده يعني غميضه وهالاشياء بس هي بس بالنسبة للرمل صراحة تعرفت عليه في البحر كنت أسير البحر وأحب أبني هالقصور مع البحر والبحر ويخرب عليها هاي كان الشيء المفضل بالنسبة لي عقب يوم يا الفن الرسم بالرمل صارت لعبة ثانية يعني لعبة فيها نوع من الفن تفريغ طاقة سلبية أو أي شيء فيه حلو من الأطفال إلى كبار المواطنين ضحكتهم هذه شو تعني لك علي شيء كبير خبرنا عن المواقف اللي صارت معك كبار السن تحسين أنت مجبورة تروحين لهم تعودنا نحن صغار يوم كبير العائلة هي الكبير لازم تحترم الكبير أكبر منك 5-10 سنة 2 احترم الكبير فيوم تشوفين كبار السن تحسين أمان والله تحسين خلاص أنا بشوف
هذه بعض الصور نعرضها الحين. بكلمكم هاي كانت مبادرة مع فريق نشامة التطوعي. نعم. مع أخونا عيسى البدوي الله يجزاه خير. رحنا كنا نسير نوزع هدايا بس بدون أنت يعني بس تروح توزع هدايا تبتسم تتصور. طبعاً. بدون ما توصل رسالة بدون ما تضحك وياهم ها شيء. صح. كأنك ما سويت شيء. صح صحيح. عابر سبيل على قولتهم ولكن. كبار السن الجلسة وياهم تتعلمين وايد أشياء منهم احترام رزانة الكلام هذه في قوافل الشباب في مقويين حتى من عيال العم هذا الله يحفظه ويطول في عمره آمين. تواصلوا وياي قال وايد حابين الصورة وقالوا يعني كل ما نشوف الصورة نستانس. علي في نقطة طرحتها أنت وتقول إن فعلًا إحنا ما بنقول الأغلبية يعني يمكن جزء منهم إن فعلًا يروحون في عالم التطوع أو حق كبار السن أو حق الأطفال أو حق أصحاب الهمم تشوفهم فعلًا يقدمون هدية بس عشان التصوير صحيح. ويضيفونها إن سوى عمل إنساني وخلاص. العمل الإنساني هو هاي الابتسامة إحساس الشخص الآخر لك مش إحساسك أنت. بس سامحيني بس شوفي هذا اللي يحضنه سامحيني اللي يحضنه هذا محمد زنيد. ويانا من أصحاب الهمم كانوا يانا في بطولة كأس آسيا مع مارشال فريق مارشال والله يشتغل أكثر من شغل الناس العاديين استقبال تعال استراحة لا ما يستريح فأنا حابة أوجه له تحية والله يعطيه نحن نتعلم منه فروح صور شو سويت أنت شو اللي قدمته أنت كيف ترضى رايح بس تصور في منهم يعني بس عشان ساعات تطوعية فعلا يعني في ناس كانوا يون الله حق يعني كانوا يون حق ساعات تطوعية ولكن يوم يو شافوا المكان ما الحين اذكر في واحد من الشباب يا قال ابا شارك يبون ساعه تطوعيه قال حيا شاف ان الشباب يسولفون شاف ان العمل وايد يعني وايد عيبهم فقاموا يحبون التطوع فهذا دورنا نحن يعني نحن كمتطوعين موجودين فلازم ننشر الثقافه يعني. سوالفكم حلوه اكيد بنرجع لكم بس بعد ما نروح بريك ونرد مره ثانيه ايش رايكم مشاهدينا تريون بعد هذا الفاصل مع فوالتنا الحلوه رجعنا لكم مشاهدينا عقب الفاصل استوديو فوالا وتحت الهوى على فكرة علي بيروح هناك بس بسألك سؤال عقبها أنت ما تبغى تخلو خلنا نسير بسرعة آخر سؤال بيروح عند الأكل على طول علي أحس إن وايد صعب إن الشخص يختار الشيء التطوعي يعني أي مكان في المكان التطوعي كبار المواطنين أو أطفال التوحد أو الأطفال الأيتام كيف نقدر نختار إذا أنا بغيت أتطوع كيف أقدر الحين الله يحفظ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء اطلق موقع منصه الامارات للتطوع فسهلت علينا نحن صحيح. انا الحين مثلا باحط فعاليه مثلا حق الاطفال فانا بيدخل انت مثلا تحبين الاطفال تدخلين وانا بشارك في شفت هالفعاليه بشارك فيها كبار المواطنين في اشياء رسميه تقدرين ندوات وهالسوالف هذه فكل شيء موجود وبين يدك وتوصلك الرساله وتوصلك الرساله ما تبين ايوه انا اللي اختار انت اللي تختارين المجال اللي انت المجال اللي تبينه اوكي اذا كان عندي حيره في المجال كيف اقدر اختار لا عادي ادخلي مثلا عادي اي مجال مثلا اذا بتروحي مع اصحاب الهمم او مع كبار السن او اي فعاليه تنظيميه اي فعاليه تنظيميه في فعاليه تصير فعاليه اصلا فعاليه انا كنت في اول فعاليه ترى انا كيف قدمت برامج بالصدفه ترى كيف قدمت برامج انا احب اليهال من صغري ولكن اللي خلاني احب الاطفال اكثر ترى التطوع صح يوم من الايام كنا نقدم قبل لا اروح هناك ولا مستعجلين نروح لا لا كمل انت المستعين واحنا المستعين خلنا نروح احسن لازم خذ راحتك فكنا كان في تقديم مسابقات والسوالف هذه فيا المدير اللي كان ماسكنا هيك الفتره استاذ جابر الحبابي الله يعطيه الصحه والعافيه يا قال علي متوهقين ابو حد يقدم الناس جايه قلت له انا عندي ربيع هناك ابو ظبي بدي اقله بشوفه موجود هني يقدر يلحق قال ابو ظبي ما بيلحق بس تقول يمكن موجود في العين دقيت له قال انا ما اقدر قال لي دبر قلت له كيف ادبر قال دبر امور قلت له شوف حبيبي قلت له بقدم بس بدون اوراق قلت له على طبيعي قال خلاص مو مشكله اقدم قدمت كنسل المقدم اصلا لهذاك اليوم قال خلاص لا ما تبغى تيجي كيفك علي موجود
فسبحان الله التطوع راح يفتح لك ابواب. حتى انا وجودي اليوم اساسا في اذاعه التلفزيون البجيره هو اسباب التطوع. هو التطوع اللي يصقل شخصيتك وكل شيء. وانا طبعا اقدم من هني تحيتي لمؤسسه الامارات للشباب، فعلا هي اللي اشتغلت علينا لكم التطوع. طبعا الحين ما بناخذ سوالفكم وايد او ما بناخركم عن سوالفنا هناك في ركن الثلاث مع زميلتنا عواطف. عواطف تفضل وياكم الله علي وشيماء حياكم تفضلوا كلوا عنا وعنكم ما تخلصوا لك وصيتكم. شكرا. السلام عليكم. اول شيء يعطيك العافيه. الله يعافيك تسلمين. وبعد لتش يمكن بالرمل ما تذكرينها بس من قبل كانت شعار لإذاعة الفجيرة. حياك الله ويا أخي نورينا. نحن هني بنريحكم قسم التراث، ما نسألكم أسئلة ونتعبكم كذي من قهويكم وفالة وشيء نسترجع الذكريات قبل نبدأ يمكن مع شيماء لأنه دائما نتحيز نحن للنساء. خبريني عن أول مرة صمتي شيء، كيف تعلمتي تصومين؟ هو الأمانة يعني أتذكر شوي شوي هي كانوا يخلونا نفطر على اذان الظهر العصر يعني شيء مثلا نسير المدرسه صايمين نرد شيء تعبانه بشرب ماي اشرب ماي ما بخبر حد. ايوه اشربي ماي ما بخبر حد شيء. بس بعدين مع مرور الوقت صار عندي همه اكثر اني اشد حيلي لاني يوم من الايام بكبر وخلاص يعني لازم اتعودني اصوم رمضان وخاصه يوم اشوف اللي ويانا في المدرسه كلهم صايمين. ايوه وبعدين يوم ارد البيت اشوف امي تطبخ وشي فانا دوم لاني احب الطبخ وذكرت هالشيء سابقا فاحب اني اساعدها يعني هي كانت تحط تطبخ الطبخات الرئيسيه وانا اتفنن في السويتات وهالاشياء. وللحين ما شاء الله عليك شوخي. في رمضان انا ما اذكر وانا صغير كنت فاطر ولكن ما اذكر اني انا صغير فاطر. لا تذكر كنت تصوم؟ اذكر اني انا كنت اصوم كنا نصوم كنا نحس بتعب وخاصه يوم نروح المدرسه كلهم صايمين وانت فاطر تحس مش حلوه في حقك. وانا نحن انا ابوي الله يطول في عمره علمنا الصيام والصلاه اهم شيء. صحيح اهم شيء انا كان صلاه خاصه. بذكر لك موقف مره تاخرت على صلاه الفجر طبعا زعل وعصب شو سوى فيني قرعني عرفت قرعني خلاص هذا عقاب عسكري هذا. فكنا نصوم الله حق يعني فطرنا من تحت لتحت خفيفي كم مرة خفيفي. هي هو مع دوام المدرسة ويمكن حر وكذي فاحنا ما كنا نعرف بالضبط أهمية الصيام. الحين تحاول تنقل هالأشياء لليهال توايد يعني علاقتك فيهم قوية وايد تشوف فيها تنقل هذه الأشياء اللي تعلمتها من أهلك أكيد لهم. أكيد أنا يعني أنا يوم أقدم برامج أطفال يوم أتعامل الشخص خاصة الطفل أنت تبى تعلمه أخلاقك والأشياء اللي أنت تربيت عليها فإذا تعرف أن أنت اللي تسويه صح فتعلم اليهال فهذا شيء ضروري العادات والتقاليد هني في الدولة. أكيد هذا اللي نحاول أن نحافظ عليه ما شاء الله. وطبعا إحنا لاحظنا من أول ما وصلت ما شاء الله عليك كنت ويا الوالدة أم محمد وأم سعيد كنت تقول لهم اليوم أم علي. هي اليوم أنتم كلكم أم علي. أنا أمي في العين ولكن تو الحين أمهات الجزيرة. أمهاتنا هني ربي يحفظكم. الله يطول عمرك. اليوم بنسألك أم محمد عن بما أن تكلمنا عن الزهبة خبرينا عن عرسك كذي هاك الوقت. عرس زمان أول. إي زمان أول. قصتش عن الخطوبة عن الخطوبة عن الزهبة وتحضيرات العرس وكيف من بيت المعرس لبيت العروس. الأول كانت البنت ما يشاوروها يعني إنها تتزوج ولا ما تتزوج. يعني يروح يعني مثلا اذا الاب يعني يعرف واحد صديق او اخو يقول لي اخوي يعني مثلا ابى اخطب عندك اليوم البنت لابني ولا عاد تصير الام يعني لين الام يقول لي انا نبغى يعني هذا البنت لابن لولدنا يعني البنت يعني ما يشاوروهم وهذا بس يتوافق على طول توافق ايش عرفت ما تعرف لا يعني ما فيه لانه صغار كان يتزوج ب 13 سنه واحد منهم 9 سنوات 10 سنوات يزوجون زين فخلاص يعني تحددوا قالوا خلاص احنا موافقين وهذا ويخطبوا مش عاد اول مهر الا يعني شوي ما واد مثل بسيط. الحين بسيط الحين تعبونه تعبونه يعني يعادل شو يسموه الاهل العمومه مثلا والاهل والجيران وخطبوا خطبه يعني
ما في يوم خطبه ويوم ملك ويوم ما ادري شو، لا هي خطبه هي مره واحده يلف على الحين سامحيني بس الحين ليله هنديه اي وليله حنا وليله مند منو يدفع مسكين الريال الريال يب يعني خطبوا وسلموا المال وراحوا يحد يعني العرس مثلا حد منهم يتموا سنه ما يتزوجوا يعني سنتين ما يتزوجوا يروح يسافر يروح يشتغل معرس يصير يولي فلوس يروح لهذا لين يعني خلاص هناك عاد يوم يبي يوم العرس يوم على وشيو خلاص اسبوع يتم. لكن احنا عندنا عاد هناك الاولين عاد شيء واحد فيهم صح انهم ما يخسروا رأس، لكن يوم يبتدي عاد العرس خلاص الام تستهب لنا ما في مثل الحين البنت هي اللي تستهب كان بيت المعرس هو اللي يستهبوا يعني يستهبوا الزب يعني تاخذ ام العروس ام المعرس الحريم تصير هي وياهم تتذهب وما ادري شو يعني على حسب يعني الواحد وقدرته صح اي يروح تتذهب ويشتروا الذهبه ويشتروا كل شيء اول كان الام لكن ام المعرس بيت لان ام اهل العروس يذهبوا مثل ما يذهبوا لان العروس يذهبوا لاهلها هلا بعد اتوقع الحين بعد حتى الذهبيه لا ما مثل اول هي الحين ما مثل اول الأول الصناديق للريايل من النعل الوزراء الفوانيل المادري شو للقطع الحريم نفس الشيء حتى يجيبوا لهم كل شيء يعني سحاير ثلاثة أربعة خمس لين للعروس أربعة خمس لين أهل الله لكن هي بسيطة يعني شيء رخيص ما كان يعني مثل الحين الغلا وهذا لين فهاك الوقت بعد كان مكلف ما مكلف لأن يمكن الحياة كانت بسيطة هي. بس بعد يعني مو هي إنزين وبعدين أسبوع لما المعرس تروح اليوم عند بندق العيش يتي الجماعة عندها اليران نقول عيش ويسوي ونقول حب ويلسو ويغنين مع بعض يعني وهذا يوم أسبوع الثاني مرواه يلا تحط بيت بيت اليوم عندنا مروات الزهبة أيو الحريم بيت المعرس يشوف الزهبة أسبوع هذا لكن ما يخسروا اليارة هذه مسوي شيء وهذه مسوي شيء وهذه مسوي شيء تجمعوا يعني واليران كلهم مع بعض إيدهم بإيد بعض وبعدين يشلون الزهبة واسبوع الثاني عقالوا خلاص اليوم بيودي الزهبة من بيت المعرس لبيت العروس شلوا احنا عندنا عادة طبل يشلوها في السحبة والدان وما ادري شو بعد للحين نشوف بالصراحة يعني في بعض العوائل للحين يعني مسوا هالشيء يعني مثل المراوات اول احيانا ام العروس الحين ام المعرس تطلب يعني اذا العروس هي اللي مستهبة يعني تطلب ام المعرس بالذهب بس مثلا أراوي لليران للأهل هذا أم المعرس عاد تعزم بعد اليران والأهل والأقرباء والأصدقاء ويعني يشوفوا ويسووا بعد الفوائد بس بتعاون حتى الحين في تعاون بينهم احنا عندنا هناك في دبا الصراحة لحد الآن متعاونين يعني كل وحدة تجيب شيء وإذا أم العروس يعني مثلا احنا يران عندنا هاي احنا يعني العروس نتكلم عن أول خلي الحين نتكلم عن زمان الأول الأول يشيل الزهبة إلى البيت المعرس يقولوا طول النهار يغنوا ويطبقوا ويدقوا ويسووا الغنى والفوايل وما أدري شو وبعدين أهل المعرس يراوي الزهبة لمنه لأهل العروس لما العروس خواته أما العروس عادي إذا شافت شيء ناقص في الزهبة تقول لا ناقص أمي خلها الحين ما يروون بعض عشان ما يقول عشان ما يحسدون ما يروون بعض الحين تحبين هذه البساطة يعني ما أدري إذا عرسة أو لا بس في حال تتزوجين يعني هذه البساطة تعجبك إن تسوين عرسة كذي هو في حلو البساطة البساطة حلوة بس مع مواكبة العصر شوي نحب التغيير لكن أنا وايد حبيت فكرة التعاون وكيف إن كل الناس العائلة ويا الجيران يعني هذا شيء نفتقده هالأيام شو اللي تغير يعني الحين مثل ما هو قال الأخ علي ركز إنه في حسد وهالأشياء مو بكل حد يعني مش عن الحسد بس الحين الناس كلها مشتغلة وكل واحد بحال سبيله وحال حتى الحسد موجود حتى من الأول مش بس الحين ولكن الحين أنت تعرف الحين إحنا عندنا حتى الحين يوم العروس يعني يوم تراوي الزهبة اليران كله معاها من الساعة 8-9 بعد صلاة العشاء لأن الساعة 1 جالسين معاها اليران هي عاد يوها الحريم تراويهم الزهبة والفوائلات ميلسة ويعني إنه ما أدريش إحنا عندنا يعني رواحنا داخليا يعني ندردش مع بعض وهاي لحد الآن والأول نفس الشيء إذا المعاريس عدال بعض المعرس والعروس يعني اليوم أهل اليران اليوم مع أهل أم العروس بكرة مع أهل المعرس معاها يعني ويوم شو اسمه عاد في الليل
شو يسووا في الليل يعني يغنوا بيت المعرس يغنوا يسووا الدان يسووا ما ادري شو الحريم اللي تسوي الخبز الضوء بالليل على الضوء يعني اللي تسوي الخبز اللي تسوي القيمات الفريد اللي شو يسموه ده الخبيص اللي تسوي البلاليط يسوي القهوه يقهوي الناس يعني عشان يغنوا في الليل ويوم اللي ياخذوا المعرس احنا عندنا يقولوا ياخذوا المعرس في الدريه ياخذوا من بيت يسوي الكله ببيت العروس بيت ام العروس كله العروس بيت ام هاي المعرس عندها ام العروس عامل سويه شداديه حرمه هي تكون من بدايه العرس الى نهايته يعني الا هذه من صغرها هي يعني هذه الحرمه من صغر البنيه هي تصحي شعرها هي تيدلها يسموها شداديه زين ويسوي الكله يودوا على المعرس لين يدخلوا بدرية يدخلوا في الكلة لين الصبح نحن ما ننسى بعد نقهويهم ويا الضيافة لازم الضيافة تفضلوا تفضلوا القهوة قهوتنا زينة ترى وتفضلوا نحن خلصنا الجيمات هاي الجيمات وقهوة وإحنا دائما هني قسم التراث نقول إنه أحسن على قسم يعطيكم العافية والله أنتم تتعبون وايد يعطيكم العافية وتفضلوا تقهووا ويانا عندكم شاي احنا عندنا قهوه قهوتنا موجوده هنا وفالتنا موجوده بالعافيه في قهوه انا ما حبيت قهوه على فكره خالتي محمد يعني الاعراس كيف تغيرت الحين تحسون شيء ودك يرجع زمن الماضي ياريت. ولا يا ريت والله انا انسان يعني وايد اجتماعي احب البساطه اللي تغير علينا قبل كان في يمكن سطل فيمتو الحين ما في سطل فيمتو كلنا يعني لو بقلاص الحين لا لازم تجيب شركه وتجيب ايام قبل كانت غير يمعة الاهل الحين المعرس روحه هو واخوانه يراكضون قبل انت والجيران ويا عمك ويا خالك صحيح فهالشيء شوي نفتقده مع انه دائما اقول انه بعده موجود يعني في وايد عوالم حاطين عليه موجود ولكن مو بنفس قبل مو نفس قبل صحيح يمكن مشاغل الحياه مشاغل تعرف وايد ناس يقولون الدنيا تغيرت صحيح بس هو فعليا يمكن احنا اللي تغيرنا الناس تغيرت الناس في وايد شيء تفاصيل تغيرت ما تتغير بس الدنيا هي نفسها قلوب الناس والناس اللي تتغير قبل شوي كنتوا تتكلمون عن الالعاب نحن بعد جايبين كيرم اليوم لو حد يبي يلعب لا ما بلعب لا والله مشكورين هاي اذا حابين اذا البنات اربعه ترى ولا اربعة هو اثنين او اربعه فعادين او اربعه لان مروه دائما تحب تجرب تخصص خلاص الفودر على طول ما اقدر اسمع اللي يفوز الخسران عليه بالتحر عنده هذا بعد الفطر شو عليه بالتحر يزحم اللعبه هذه اوكي لعبتها من قبل لعبتها قبل هي لان اذا ما لعبتيها لان لازم طريقه في الاصابع بجرب كل شيء هي ترى اقول لها يلا. مرو ما شاء الله عليها تحب تجرب كل شيء نجرب الحين يلا قومي نلعب سهام قومي نلعب لازم فودر اساس ما حدا لا لا في رمى عشان بودر لازم تي هي من اساسيات اللي ما عندنا علي بنحط رمى والله ما مره ما حصلنا فودر حطينا رمل والله هي رمل ما نقدر عشان يحرك بسرعه بس المحترف رمل ولا بدون رمل مثلي انا طبعا تحت الهواء بعدين خلاص احنا بعدنا بالبساطه وايام قبل والاعراس وهذه التفاصيل يمكن تكون تغيرت شوي بين قبل والحين بس دائما نحن نزمن الطيبين شو اللي تغير الحين حتى لمه الاهل القعده هذه الليالي الرمضانيه اللي ما شاء الله يعني الكل متمسك فيها يعني تشوف البيوت حتى مزينين البيوت في فوانيس في كل مكان شو اللي تغير شيمة لا خلي هو يبدا تفضل اللي تغير الناس انشغلت يعني قبل في رمضان نحن بعد صلاه التراويح الكل خاصه في نحن في الفريج كنا نلعب طايره نحن صغار اصلا الله حق ما كانوا يلعبونه كبار نحن نشيل الكوار وهذا ولكن لما الناس يوم كانت تزور بعض اليوم بيت فلان باكر بيت الثاني فكنا نسير نتزاور الحين كل واحد مشغول بعد الفطور يجلس في البيت بعد التراويح ما تشوفينه حتى اذا بتزورينا في البيت يمكن مو موجود صحيح هلا على اتصال حتى الصحون اللي قبل الفطور حتى انا كنت اتكلم عنها حتى لو ما كنت تلعب بس كنت على الاقل الوالده طرشك ببيت فلاني ما ادري لهم صح الجيمات صح الجيمات وما ادري شو ويرجع ترى عادي لازم يكون معلم يكون مكتوب ظافر بصبغه ظافر بصبغه ظافر هو دين تذكرين هو دين للحين موجود بس مرات يقول لك لا خليهم هم يطرشون أو نستحي ما نقدر ما الجيمات ما نبدي بنودي لهم سويت شيء عدل الحين ناس قامت مظاهر الله حق يعني نتكلم مظاهر او طاح شو جايب الجيمات نحن عندنا الجيمات بالجبن اليوم زعلت خالتي اليوم قالت لها الجيمات بالجبن
هي انا يوم سالتها قالت لي لا يعني هذا شيء سويتوه جديد احنا ما عندنا اليوم. اليوم انا اشوف عجينته غير عن هذه العجينه غير. قال بس تسوينه خالو مثلا ما ترضى بعد مستوره الحمه تسوي هي تسوي ما شاء الله اسوي لها لين العيال يوم يطلبوا مني سويت لها الجيمات بالنوتيلا. ما وين احنا كذا ناكل هالاشياء؟ لا اول ما شنو تيلا اليوم انا اشوف سمبوسه والجبن بعد غير ان احنا اول عن الحينه جبنهم احسن قواطن بطله نحن جبن ابو الولد اللي لحقنا عليه هذا هو نفسه صح؟ لا في جبن غير والله لا حتى جبن اهلنا بعد اللي قبل يسوونه قبل الجبن كان يسوونه اللي يسوونه في البيوت هي في البيوت سهام على فكره انا ياسا اكل قيمات شيء شيء طبخه يعني عندك هذه الموهبه ما كنت تطبخ شو الاشياء تطبخينها؟ انت تهتمين انه يكون اشياء قديمه ولا؟ للامانه انا احب اطبخ الاشياء القديمه يعني انا في البيت اطبخ قيمات وهالاشياء فخبز رقاق وشي ما عندنا صعب يعني مو اي حد يتقنه بس انا وايد احب لان يمكن اني هالاشياء صرت اشتاق لها الحين يعني مثلا نحن صوب بيتنا كله يعني شيء محلات كبيره او مطاعم وكافتيريات وكذي ما يبيعون مثلا الاكلات التراثيه والشعبيه فانا صرت احب اني اطبخها بنفسي ويعني اقدم بالضبط حلوة هذه الأجواء الأجواء الرمضانية. شو أكثر شيء أخوي علي تشتاق له في رمضان يعني تحس في أبي رمضاني لأني مشتاق لهذا لهالشيء غير التطوع تكلمنا وايد في التطوع ولكن أكثر شيء في لمة الأهل الوالد والوالدة مو مشكلة لكن عيال عمك عيال خالك كلكم جالسين في مكان خاصة الويكند عندك خميس وجمعة والسبت أنت طالع ولكن الجمعة هذه مش نفس قبل وايد أشياء تغيرت في رمضان كنت ريا تراويح الحين كل واحد مشغول في الدنيا ولكن ان شاء الله تعود هالايام احنا نروح نسويها يعني مثلا اذا انا ما اقدر اطمن انه يكون في لمه اهل او كذا تروم انت تسويها انه تعزم عام بتعزم عمامك خوالك وغير هذا تعزم الناس قامت يعني بي بس اذا بي بياكل انا بتوكل عندي شغل انا بتوكل عندي شغل ما وبعدين ما تروم تلوم حد لان انت بروحك عندك شغل جزاه الله خير انه جزاه الله خير انه ولكن هذا نفتقده يعني صحيح بس حلوه اجواء رمضان هي حلوه اجواء رمضان جونا بعد عيشناكم الجو عدل هي وايد ما قصرت الصراحه ودايم طلعتنا غير كان انه وايد الجيمات عواطف ليش ما تسالين علي وتسال عن الاشياء الموجوده عندك هو يعرف بتعرف الله هذا واللي غيره على فكره ممكن تهرجونا هذا تلي هذا واللي عدالني ياس يسوي لك اختبار وين ما اقول سوا هذا شو اسمه نسيت اسمه والله هالعين لا تري والله لا تري لا تقولي تري بيعرف الاسم تري ناسي انا الحب كنا؟ إيه إيه أنا غششتك ترى لا أنا كنت متأكد شاطر عليك يمكن هذا القيض الأول يسوي يبرد الماي هاي الثلاجة كان عندنا في البيت ما أشرب من البراد ولا ثلاجة والله أشرب منها سبحان الله صدق واللي أحلى اللي أحلى كان الأول يسموها اللي أحلى إحنا إذا يمكن ما تعرف اللي أحلى مثل في وقت الصيف يبخروها بالبان ويحطوا خلقه بيضه على الحلقه من ورا يحطوا فيها ماي يوم سي تشرب الماي تقول ريحه البان داخل وبارد وحلو يعني ان شاء الله فعلا يتم بارد وطبعا ماي الطوي ترى بعد لا ماي الطوي ايه ماي الطوي كبريت ولا غيره ماي الطوي والله حلو كان يا والله امي كانت تقلق هاي فوق الاحلى يلا شكلك تخبرين ومع هذا بعد في اشياء اليهال من يصومون قبل وكيف يعلمون اليهال يقول لهم انت صايمه انا صايمه ابوي قلت لي احنا بعد يوم صار قلنا ابوي انت صايمه سير زين شربي من وسط الحب ما يفطر وكله من يوصلي راعي ما يفطر أقول هاي صدق إحنا أول حتى للعيال حين نقول لهم سيروا يشربوا من وسط يقول ما وش هي وش الحب ما يعرفوا شو الحب مثل أول إحنا هاي الحبها نشرب هي للحين الوالدة الله يحفظها والوالد يكون خايف لأنه يعني هل ياها راح المدرسة دوام ساعات طويلة والدنيا حر وبس إحنا نكون متمسكين بالصيام فهم يعطونا أعذار كبار السن عندنا على جيلنا نحن يعني أيوة انا لحقت بين الجيل الايباد بعدهم تعديت اي بين الطيب جيل طيب لا خات من هني وخات من هني ولكن كنا نصوم كان في شيء انت لازم تصوم كان يعلمك الصبر كان تتعلم لازم اصبر كنا نتعب واكثر شيء شوف اللي حوالينا بعد انت صغير تتعود على شيء خلاص انت تحب ان كل يعني كل اللي حولك صايمين انت مو بصايم لو تعبان بس تصوم خلاص تتعود فصار بيكون شيء يعني شيء جدا عادي. إيه وشوي شوي للواحد يوصل. بالتدريج. بالتدريج.
يوم تعملي لي هذا الصغار الاطفال صلاه النبي عليهم ما شحية الحين عندهم مكيفات والجو بارد صح. ما نفس اول صح. اول ما شم مكيفات صحيح بعريش ويوم تعبنا لا حطينا غدفتنا بلينا هم ماي وحطيناها على جسمنا عشان نرتاح حلوه البساطه لانه عطش الام كانت نشتغل نساعد امنا نحط نرتب وياها حتى ارطب نجيبه من النخل بالقفير شلو على راسنا من النخل من الضاحله نوصل البيت صحيح. بس الحين لا الحمد لله العيال الحين مرتاحين والله ما راحين كل شيء يوم من المدرسه حطوا راسهم وناموا ولا قروا قران ولا صلوا وتوكلوا وناموا ما نفسول نفسول احنا والله نتعب نشتغل نركض نجيب حشيش من اليابان ارد انها نشتغل بالبيت ننظف معنا البقر والغنم نطعمها صحيح ويحلبوا ما نفس الحين الحين صراحة يعني الجو مرتاحين فيه بس زمن اول احسن عن الحين صحيح الحين الجو مرتاحين فيه بس ما قاموا يسوون هالاشياء مكيفات الحين دراسه صارت الدنيا المكيفات ولا اي بس بعد اول يعني جاء الجو طبيعي الحمد لله يعني ما تحس فيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس الجو طبيعي احلى يعني كان يعني ما مثل الحين الحين صار عندنا الجو كل غبار وكل اول غير اول لا مكيفات ولا شيء ولا البحر الحين يعني ما شاء الله يوم تروح اماكن اثريه شي نفس قلعه او كذا تحس ان الجو حلو ترتاحين ترتاحين ببساطه تدخلين في مكان هي غريب جربتوا تزورون قلعة الفجيرة جربتوا تزورين رائعة حلوة وحتى الأجواء باردة يعني باردة. الدنيا تكون حر تروح هناك تحس الجو مختلف شو السبب طريقة يمكن البناء طريقة لأن من المدر المدر روحه بارد واللي فيها المساين مال الأول لا بنيان أول صحيح. يعني أول روحه يعني يعطيك جو بارد أنت شفتي أمس يوم صورنا كنا الجو بارد وحلو والله ما حسينا فيه بعد حتى المادة اللي ينبني فيها الحين اسمنت قبل ما اسمنت قبل طين الطين ومدر نوعية البناء بعدين طلع اسمنت هي تحرك شفتي والله كان الجو حلو أنا طبيعة أقول ليش الطبيعة بروحها حلوة يعطيك العافية حابين تقولون شيء سكرتوا شيء بهذه الأجواء الحلوة الجلسة هاي احلى من الجلسة مو احلى من الجلسة هناك احلى من الكراسي هناك يعني اذا بتحاولون الاستديو كله تجي نفس الشيء احنا كل يوم ناخذ ضيوفكم وما نرجعهم الله يعطيك شكرا لا بليكم ان شاء الله نحن وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم ليلة جميلة مميزة مع ضيوف مميزين نحن نشكركم نورتونا هني في استديو تلفزيون الفجيرة ونرجع لسهام شكرا يعطيك العافية عواطف ويعطيكم العافية نورتونا علي بن كمال مقدم برامج أطفال وأيضا شيماء أحمد المغيري فنانة تشكيلية ترسم في الرمل نورتونا اليوم صحيح سهام أكيد طبعا ونشكر خالاتي اللي ما قصروا ما شاء الله عليهم هاي ثالث يوم معانا ويتحبونا ما شاء الله عليهم سوالف سوالفهم الحلوة التراثية أو حتى بالأشياء اللي يحبونها حقنا الله يعطيكم العافية ضيوفنا صارت وياكم مشاهدينا وصلنا للختام نتمنى إن شاء الله حلقة اليوم نالت إعجابكم تصبحون على خير تصبحون على ألف خير مشاهدينا لا تنسون تابعونا باكر في نفس الموعد في ليلة رمضانية جديدة من استوديو فوالة وأكيد بتكون فوالتنا غير في أمان الله مع السلامة